هننتقل الآن للتعرف على درجات الحرارة في عدد من عواصم العالم مع آية. شكرا ليك يا جادو. خلونا دلوقتي نتعرف على حالة الطقس اليوم الاثنين الأول من يناير في عدد من عواصم العالم. هنبدأها معاكم النهاردة من عدد من العواصم في الدول العربية، ونبدأها بالتحديد من القاهرة واللي شهدت العظمى 22 والصغرى 14، القدس العظمى أيضا 17 والصغرى 9، الرياض 23، 15 وعمان العظمى 15 والصغرى 7، أما أبو ظبي فسجلت العظمى 26 والصغرى 22. ننتقل بعدها أيضا لعدد من العواصم في دول العالم والتي شهدت أيضا يبدو انخفاض في أيضا في درجات الحرارة. نذهب لبكين التي شهدت العظمى 1 والصغرى 9 تحت الصفر، أيضا موسكو سجلت العظمى 13 تحت الصفر والصغرى 20 تحت الصفر، لندن العظمى 9 والصغرى 8، روما 15 4، وواشنطن سجلت العظمى أيضا 9 والصغرى 3. بعد ما تابعنا وتعرفنا على عدد من درجات الحرارة في عدد من أيضا من العواصم العربية والعالمية، عودة ليك مرة تانية جاد.